أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أنتوا أي تاريخ تهاي جانوري صدن كذي أنا جواه تالي ده ريمان صوتة إبل وين ترير عبد الله وحنا قب صنع هالكن شر شر كاسو وشذي دي صوت هاي شعور تبعشة إيو ديجانكا حيابا كتيرة فاسون كله فقري لباتوين كي كسر عصبون هذا يباشا ديجانك أي دكتو مركان وياك نودين على كل لك لما حيابها الأول فقري وحكم ذا وحال كان لقشي قدونا أو ضياش وكذا اللي دونان وحن كسر دوين يا هادنا عقلك باشا عقل إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم وان سلام هيا لما عندك إن بيش يسوق جميد وحن سهريك هذا هيا أنا نو أرنينين هوش عن بيش نون بيت رالله الله هذا دي هذا الكو ويش جبدع لكن وحن سكت هيا نحر كهذا الكي ماش عن بارسنا هنا شغنا سيدو شيغي با مايكو ماغو ها هذا عبد الله لكن بجت كان ودنه ان ugu raran waxa weeyaan in aragtida kuumade ee ku saabsan kililka taas aan rabnaa inaan ka tushino oo aan ka hadalno runtii waa meelo badan baan rabaa intii aan ka gaaro inaan taabto waxaan salaamayaa ugu horeyn kililka dowlad deegaanka aqalintiisa iyo madaxweynihiisaba dhamaan iyo bulshadu baa intee ka kooban tahay ayaan madiskan u dirayaa gaar ahaan codkaygu waxaan rabaa inuu galabta gaaro oo si toos ah ugu gaaro madaxweyne Mustafa oo ah mid ku toos u daaranay waxaan u maleynayaa intii madaxweynaha la doortay waa markii saddexaad bay ii tahay hadal asaga ku saabsan aan isku dayo inaan hawada u mariyo aniga iyo kolba bulshadii ila socotayba لكن ولي كمان درجين مصطفى هذا الكيسي أنا يأكل ببلشة دي وهلسا أو أن لا هي مركون ده تا موسى سعب فرنا ذيك يخبن هذا نودا إنه مصطفى نور كونون سيري هذا الكيني بكاه الله يا إنه سن حقي بوكعين سيدي قال يا علوها عمل هذا وكله مكاه وكا نعانو لك معها قبان نافع هذا الكي أوكله مصطفى waxaan isku dayayaa aan ka codsanayaa inaad sacabada ku qabato hadalka aanu ka gudbinayno bulshada inta nala wadaagta dareenka waxaan rabaa inaad gacmo furan ku soo dhaweyto si muglan aad u soo dhaweyso Mustafa madaxweyne markii lagugu soo dhaweeyo waddanka waynu isla wada ognahay oo bulshada ma ahayn wax ku doortay joos mayna u lahayn markii laga qabtay Cabdi Maxamed Cumar adiga ayaa cidii qabatay ay ku keentay nasiib ay u yeelatay marka bulshadu adigu inaad noqoto madaxweyne balse nasiib wanaag dhammaan meel kasta oo ay joogtay bulshadu waxay kugu soo dhaweysay gacmo furan iyo riyaaq sida ay ku jiray abaar roobna u daay intii qalabka wadatay iyo dagaalamaysay intii muxuu ahaay isaga la jirtay iyo intii la dhibayayba nooc kasta oo bulshadu ahayd adigu waxaad u heshay nasiib inayna fiirin waxaad ku timid أيدهن الحمد لله رب العالمين خبر نوداي بل سمعوا يري نكي وحاجة ترتي أن دتكو بري جهارة وس تكنولوجيا وترسيد براعها يريجيو وحاجة كار هاي هندو يدل حلو يهرب كو حلو بحشرة الله مركي مركي الله صار أورو أي شو نن با عالكي وأروري مركو أروري بجري ورابي هروينكي إرمانكي مغشي وحي والبا لما ويد بو كجري اقل كيسي و سو ربا لي و رير بادي و ها اقل كان حمي سو كوين غبدي و خبايس كباد باد ميلاي غانتا غليساي راشين باي سو هردغتي و اني يبي ليسناي و لان ادو شو او مناي و دري دربا رغ و خاليا ميلها اللي باحو كلام دي هاي مسكدو شو وا كولدو غبدو مينا قوجين جعايل بو غبدو ويدو نخاغد كينتي و لاستي و سو اما هدي انت ادلادي فنداله و دري يو بير كيسو ديغها يو كوليلكي با استابتي aad u gubtay jawaabtiisu waxay noqotay abuu balama noo soo laatay kolkorna jacayl buu weydiiyey jacayl baa lagu soo dhaweeyay
لكن هذا هو وقت أبو بلمن نوصل على حطيدي نكي سيدا درتاد مدحويني وحانو كعباني وقبل شد أي كوكسر ويسي كو عبد معي أرطا عنيقا شخصي عان تيدا وشخصي بار مركا أوها الليا أقل يقو سيدوري مركان تابتنا عدوينكي وحاني سيدا دل كانو حكاكمنا دين يتنقن سكونا فلان دد يدل أنا جاري رتاي نمك كرب هذا إذا ما أنا أريد تأكل موضوع صعب رأليك هذا وإذا ما ذبحك ترى هذا ليه وعند سلاي أي ذلك نك فسحي ذاتك إلا رأيو ونك مبدو هذا جرم مرة ما هذا ولا بحي تبقى قود ولا بحي كان ولا بحي كان ولا بحي محمد بن سلمان بوها شيخ راهن ماهين سكن نك دين أنت ذاتك دقي أباها إن أتكم مخرات فتو وجبدي إنكم مخفتو أود بين أبورتو ويجبدي إنه قيش أو ذكاء الكريم كمان أنا عبد الحمار بوها أدونا تلقي من مال بنا كان دكتي أو كبحسي واحد دلع وقعان لوها يا مجد حدو بحسي قلك هو رسول عبد محمد حمير سوكر ليي إيه دقموين كها لابلا كعبا دو بحسي مركا تكون هرساء كتر ترتوى تري كل ويدن بهدنا شان يلا باتا ما انتر ترهيا بلشادي باقا قيل دي أنا يبا عود كان نكو كارسيني وحدو عياري سامس كحدا نضا مرلا بعض وامحي هدو رويا وحايس ويا دي انا توردتكم حي الله بوغيا دقما والله ما بابين او ها سيدي اسلانتي اللي يعرق الله بكا سومر بقول اتري سين بقول سومر يتري الله بكون تركدها اياتي دقما وبابين بين دقما دي كارونها وقيب يا وحادي حكمة دي انا كل قيب سنة هين فاير عالك انا قلت كترنا ان قومية دكا دمرك ارمتا قومية دلبات انا ننهي aanu lahayn degmooyinka aad fadal halka geysateen oo kula tartanteen oo Itoobiya wax ku goosanteen meeshaan rubnay inaad aadna wax ku soo darto oo soo kordhiso ayaa waxa tirtirtay intii dambe tu dadka Cabdi Maxamed Umar iyo dhaqanka u daraa aadna dalkii baad tirtirtay dalkii baad arintaa ka tirtirtay aan ku leeyahay madaxweyne istaba qabo arintaa ka waantow مرنبا وحلا قادنا كرما مرنبا قيبتي أنو دالك كلاهين أن فضل رالك كلاهين أنو كتر تمين إنا تهذا واحد دق موينو ماتلو مغيالينو حان لاي هاي أو كلا أون ربائنا انتابتو دالك عبد محمد عمر نيكي لديجري أعادكو حلقب سطو أن مرو ربا أعطوشك أغطرشتنا على انت حدكي أي سومالي إيه كالهايين بالكي أيو حري Soomaali maanna waruunta Soomaali maan dagda laakiin dalka waa la kala leeyahay Hargeysa kama talino Jubaland kama talino maxaa ku dhahay Puntland kama talino Koonfur Afrika ma ka talino deegaankana aan lahayn inuu ka talineeyo deegaankana gina waxa tirmay nooratad ka ada la gabanayn heer maanta dadku isku weeyo jarra isku leeyahay xaaba weyn iyo manahaaba la gaari birreena awaar doorashada in ka galeen maxaan ku dhahay gobolkii muxuu ahaay baalkii oo dhan en la dhin jiray maxaan ku dhahay doorwo in leedahay degmooyinkiisa kor oo dhan lagama galayo doorasho gor loo gubay la isku laayo gobolkii maxaan ku dhahay en la dhin jiray shabeelle geemtiisa bidixoo dhan la dhahay labood geli karo doorashada dhanaan la isku laayo heerka aad kooba aad tiraahdo intan aad ka dhahayso isku laayo sabuulka halkan sabuul baad ka dhahay arintaas arin la qaadan kara ma ninkii indha dheer huna way muuqataa ta kale Itoobiya waa karbaash karbaashka saad u taqaanaanba waa karma midba nooc yahay weeye sidaa darteed Itoobiya waa karbaash karbaash waa nooc way kala leedahay wadanka waa federaal nin walba meeshaas laga doortaa nin walba aqalkiisu leeyahay maanta Itoobiya nabadgelyo inay ku joogto ay tahay ayay waxay noqotay jigjiga madaxdi inay baxar daaf in ay Itoobiya ka karsoo ta xamaar ay ka karsoonaato oo dhuxu dariiqyada wiilkii ku dhashay ayadana yaanyadii uu ku beertay la yiraahdo xamaar ay tahay kuma gabanaysid wiilkii la geeyay baxar daaf ee la kasbka tagna waa ka YouTube ka shaqaynaya soo dhawaaqayo habeen walba la garaacayo annagana caruurtanadii ayaad u xidhay oo tilmaan walba kaftan ay kirisada ku aadaamayaan arintaas ma qabato kelilka maynoorteen inaan ku noqono ma dhaqabato
أمارة قول كنا جينا ندور استعجلنا نما قبضوا ده كنا جينا ده إنت اللي دينا إسكول لايرنا نما قبضوا من نوع كده جاي إن الله يعيش وقتك تشوفه يا قرين تا واسيا ما يحكي بهلا دي كشيء أما واسيا لدي كشيء أما جراد لدي كشيء ما هو بني كي تجينا عيران كتشوفنا هذا صعب بيسان دوانا هذا نمر كتر مصطفى عيران مصطفى ما قبضوا مصطفى ما أنتوا يدور تاعي يا واحد لا لا لقب صدق ما أنا بهلك ويلك ملحوينا إنه كل جن غضلك كتليه وارتان أبو جديال وارتان دلك أنتوا أقل ليه دلك كله ما أنا بهلك ويلك ملحوينا كأنه كام كتليه غضلك كيف كرم مرنا ودهم حلو هاي وهيجو وهذا قودي ومحان كده هاي ونبديد أو مرعو أو ربح أسوق شابط وطن أو ربح ما غبط عبد الرحمن عمر محلو يقول نك اللي هذا مصطفى حلو يقول مركب ماشي كفتة ما هي كفتة كوي نوفر يا دوام بعد دي تونتان بيعكتري إلي كفتة كوي نوفر هذا ينوفر ما أن كفتة ما مركب إيش أن كفتة مان لو يتوحي المصطفى مان لو يتوحي هذا الكي مركي أنو كهذا لي بكل بدر بالنار تونت كل حيون الله في الدر يتشين كل حيون محاي واي هاد كل حي ما بزه أرتى جهاد وحش قارو صار نقد هذه قاتر لكن اسمه أوجدين نبي كنا كل كم شقين تري ما أنت جهادك تو حي هاد نقطة عبد المحمر وكش قينا يماش أنا شقين أنا عبد المحمر بوري أنت كل شقين سر وأنت جهاد تو شو شقين تري لكن واحد مدة مر هالطين أنا هاي وح شرع ودين تي إسلامك كل بنكي هاي الشرع يحب بدل ما شرع السمية ماشى وان كرفتي عن كعبحه شرع وكاد أدوك نعبته والمقبة نهيو تنبيله وها هنيك نبكيستي سيدا كو تيحو نيك نبكيستي بعد تنبيله وان سامح وعبها سامح قف كي نبكيستي وحبها سامح لكن هذيك وسكولة قلن تب سكول نخو انت الوضع كتبين انت قف نبتي انت قبل اويس او كليا ما انت كليا يوتيوب انت قبل اويس قل ايميل تاجر انت سوايق انت وحنو قبح يا ورقها دنبه وحن لكن آدو حرام يا نمانكا صلاة دينتا أقوينيهانكا مانتا الكودة شوغا مصطفى كا أقلاري إن او مانتا اويلا هذا عانيكا أمباتالين أبقى ما تشرت محوها آقل ما تشرت أقوينيهان ما تشرت بلشو عانيتا عارين لقابة كرما آقلين تا هلو نغضو وضياش هلو قضو أقوينيهانكا تلالا وحكاسي وطنكا أنا غالي وطنكا أنا غالي ننو دو فرسان مينو ما أقولان إن أرنت وضعك مركز نكاد أنت شغالك دكتور نكاد أنت قرأت ناس نكاد أنت لعكت سي لكن وضعك ملهي دادو ما بحنيس حكلون شو جاي بالشدة وضعك كوما ده هيستيلنا هيستيلنا وضعك يدو ودو دليدهين وضعنا لهلا عصمنا بتشتو بينا وات كل دليدهين لكن نقول كنا بدأت كوا دليدهين أنو غلا عقلين تيني أنو غلا نبديني سياسة ده يكون عشرة يسكون كل لنا هي نديدة هير حاله وينه بعد نسك الدنيا عصب وان كحوم هاي أرجع جبتي قبلها أوي هي أنا وان كحوم هاي تاي أرنتا هاي استيلنا ولا باتهين واحدين دحيا مترتو أقلين تني أنا بدي نون غوغ ويرش السياسة ده نكون عيار هاي تاي نيو بولس كايم نيو بولس هذا مع رسول قيس تلاتها ما أبغى مكيل كوي ما دقلني لك ودري مين ما وقتك ودا وانين مين ما يدك تمير الحين نيجي على هيا يدين ما يقدر مين ما مر بيجالين أكون هذا تكين يا تكين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا حلو ربح يا أدنى وحام كسر دوينة يا ورمتيات كي ورقدي ورمتيات كي بان كسر دوينة يا ولكن آخر لها لكن وحن راعصنا هيا كلورا فيروس كي بلشوا رالنا يا هذا كلورا فيروس كي يا شرعية ذا كسر صار هيا يدور دو عصوب يتبيد هرت أيقاط هتي أفكار تطلع لسون ميد ما نور وحاجة يصير وينه ولا ويدين دم بيا وبسيد نبات كلا سعود دونتان نور ولا ساوجو شروينه وينودن بيا أنكو كلا بحال هين ربيتان كنا جم مهم كا موتشين هيا إن كل وآدمين أي قبله كوا راس الهيا وينودن بيا بالشو ساعات هوات كسر دوا ويل كور متويت أنا رحيم مجعي وعبد الرحمن حاشي جرحن وحنالك أنك آخر نيا ورمتويت كي أي صوصارين بيشا ري عبد الله ورمرتيتكي وحقراتك رير عبد الله ما نصوت تشاليا دبلوين تر رير عبد الله كسوغان مقالة منيابلس دالك مرايكنك ايا مانتا او سبتي اه تاريخ دونا تهي صدن كبشي كوبات لباكن لباتن يكو شركو قواتي مقالة منيابلس
شركان او بيشو ديرادا كسارتي كونا لافا قرتي لباتو ينكا كسو عصبوناداي ديغانكا سوماليدا سامين تانا كويا لاتي لمان ديغانكا غار اهانا غوالادا بيشو ديكتو اياي بيشو كسو سارتي قدبا دورا iyada oo beeshu ay ku tilmaantay in dawladda deegaanka Soomaalida ee Mustafa Maxamed Umar hormuudka ka yahay ay abuurtay dhibaatooyinkan kuna fashilantay in ay wax ka qabato waxayna beeshu ka dalbatay dawladda federaalka in ay u dirto deegaanka Soomaalida guddi madax banaan oo baaritaan ku sameeya qodobada hoos ku qoran cidii ay ku cadaatana la horkeeno maxkamad heer federaal ah ko musuqmaasuq baahsan oo lagu boobayo hantida shacabka madaxda dawladdu waxay lunsadeen miisaaniyadii deegaanka waxayna si toos ah ugu shubteen bangiyo dalka dibadiisa ah sida Turkiga, Kenya iyo Imaaraadka. Labo, dawladdu waxay abuurtay dagaal sokeeye oo keenay in deegaanka uu ka bilowdo dagaalo qabiil kaasoo keenay in dalalka dariska ah uu ka soo galo dalka hub sharci darro ah. Saddex, dawladdu waxay ku fashilantay in ay wax ka qabato baahida bulshada sida biyo la'aanta sida biyaha waxaynuna wada ognahay dhibaatada biyo la'aanta ah biyo la'aaneed ee ka jirta meelo badan oo deegaanka Soomaalida ah gaar ahaana gobolka Nagab شرر فيق دول قرر هاي شابيل أفدر إيو عاسمة ديغانكا إيشكتشيغا إيو ميلا كالي أو بادن وحا حسيد مدن مركي ورباهنتو كا هذا شاي بيالا آنتا دقمدا غربو إن أم مدحوين مصطفى ku tilmaamay wariyihii TPLF inuu yahay isla markaana oo si xaq darro ah ku xiray duqii magaalada Garbo Wali Shukri. Afar, dawladda deegaanka Soomaalidu waxay ka bilowday deegaanka barakicin iyo iska horkeen hay'adaha amniga iyo shacabka deegaanka taasoo keentay iska hor imaadyo dhowr ah oo dad shacab ah lagu laayay waxaana cambaareynayna falkii waxshinimada ahaa ee ay xukuumadu ka geysatay xaaba weyne taasoo ay ku gubtay hanti shacab iyo xoolo nool. Shirku wuxuu cambaareynayaa dhibaatadii xukuumadda Mustafa ay ka geysatay magaalada Qabdi Dahare iyo dadkii sida حق درهادا اح حبادها لولا دعي او اي اوغوهر رئيسو ولاشين ايان فارح كاهن او لو ديدي حتى ان اي تريال عافيمات هشو سيداو كالي دقمدا لغحمدو او لغا قادي مطوركي بيها ايو سولاركي ايو غالالشي او اي دولادو كا ابابو ليسو iska horkeen beelaha walaalaha ee wada degan meelaha xukuumadu dibka ka wado waxa kamid ah degmada Marsin oo kala bad dadkeedii si sharci darro ah xabsi ugu jiraan si gaar ahna Mustafa uu u beegsanayo. Shan, beeshu waxay ugu baaqaysaa dhammaan bulshada ku nool deegaanka ugaasyada culimada iyo axsaabta siyaasadeed ee deegaanka Soomaalidu in ay si wadajir ah
oga hortagan dhibaatooyinka ay maleeyayso xukuumadda Mustafa kana diidiyan 25 degmo ee la tirtiray lix wuxuu shirku si buuxda u taageeraya una bogaadinaya shirki ururka dhalinyarta reer Cabdille ku qabteen magaalada Jigjiga wabillahi tawfiq.